الصلاة. ربنا اجعلنا نتنعم بمحبتك وزدنا إيمانا بالقرب منك يا كريم سميع، يا قريب ويا بعيد، قريب بالنسبة لنا وبعيد بالنسبة لعقول ليست بعقول لأعدائنا. يقول مولانا: ثم إذا خولوا نعمة أذكر بالفضل بالصفار يبين في الله، ثم إذا خولوا نعمة منه إنجراس أن دون ديفا من فوكاسيون دوني، ثم إذا خولوا نعمة منه أي من الله نسي ما كان يدعو الإنسان. يسب يا رب اكتب بيها يا لطيف، اكشف عني الغمة يا رب، استرني من الهم يا نبي وانا مجر، واجعل شهدائي يتشمت بيها حين يسمعون بحالي أو يسمعون شكواي. نعود بفضل الرحمن، ورب يبارك لنا في عودتنا إليه بالتمام والكمال.